السلام عليكم. صحيح البخاري كتاب الوضوء. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم.